صباح الخير صبايا. اليوم راح نعمل عجينة السمبوسك وعجينة الششبرك، وأنا راح أعملها مخصصا للصبايا المبتدئات الصغار اللي ما عندهم ماكينة. راح أعجلهم، طلبوها مني راح أعجنها على إيدي. وفي صبية متعقدة من هالعجينة، مو صبية وحدة، عدة صبايا تعقدوا وما بقى يعملوا لا سمبوسك ولا ششبرك لأنه محاولات متكررة فاشلة. لهالسبب قالوا لي مدام دلال إذا بتريدي عم تشد معنا العجينة. طيب أنا هلأ رح أفصلها وأعجنها على إيدي وعلى بلاطة هون حتى بدون أي وعاء مشان تكون واضحة لإلك من جميع الاتجاهات من ناحية التصوير. يا ريت تركزي معي، وبخص الصبية دينا. أنا هذا هو الطحين كويتي لجميع أنواع الاستعمالات. هذا كيلو، تعالوا نعيرها لنشوف الكيلو كم كاسة. أنا بصراحة بعمل العجينة بحط الكيلو بدون مقادير وبدون شيء بعجنة لأنه إيدي فيها أنا، وإنتي بإذن الله بإذن الله مع مدام دلال خطوة بخطوة رح تصيري أحسن مني. ما تقطعي الأمل أبدا، من فشلك رح تتعلمي، ولا تخجلي أبدا من المحاولات وقولي عن خطائك مشان أقدر أصحح لك إياه. أنا بفضل إنه تنخلي الطحين، هاي كاسة، أنا مفصل العاملة، هاي تنتين، هاي قد الكاسة اللي الفرنسية تشبهها يمكن شوي أكبر. ثلاثة، عدوا معي بجوز أخربت. أربعة، خمسة، وهي شوي. أنا العبوة هاي اللي عندي بتسع كيلو. نحن ما هو مشكلة، دايما امشي على الكاسة اللي عندك ياها، ما هو إشكال، كل وحدة تتأيد بالكاسة الموجودة عندها. طيب شوفي النخل إيش بيفيد، هم بطلع أحيانا شوائب ونفس الوقت تنفس الطحين. خلص أنا رح أسوي، أنا بهيدا أعير المي بنفس الكاسة اللي حطيت فيها الطحين، وانتي نفس الكاسة استعمليها. طيب انا عملت حفرة، اول شي بدي احط معلقة ملح. انا استعملي هاي المعلقة، هاي المعلقة، حطي ملح معلقة ممسوحة للكيلو، وهاي المعلقة اللي بدنا نحط فيها الزيت والسمنة، هاي هي المعلقة، معلقة الاكل. طيب أنا رشيت طحين، رشيت النواشف، بيكنج باودر معلقة ممسوحة، خلصت منهم أنا، خلصت من الملح وخلصت من البيكنج باودر. أنا عملت بهالطريقة، حركتهم مع بعضهم. إيش بدي أسوي هلأ؟ جبل هيك، حفرة، عفوا حفرة، بدي أحط المي هون، بدي أحط المي هون، بدي أحط المي شوي شوي، المي بده يكون ساخن. طيب أنا بدي أخذ مي ساخن، مبدئيا خلينا نقول كاسة إلا ربع، لأنه نحن بدنا نحط سوائل اللي هي زيت وسمنة. صبايا في منهم بيحطوا حليب وفي منهم بيحطوا بيضة،
البيضة بتساعدك إنه تمد العجينة وخيوط الجلوتين تتمدد أكتر. أنا ما بحط بيضة لسبب ولا حليب لأنه أنا عجينتي هي دائمة بالفريزة لمدة طويلة. إذا بدك تستعمليها فورا هي النتيجة وحدة، اثنيناتهم طيبين. بتحبي تختاري الإلى بيضة والإلى كاسة حليب عوض الكاسة المي؟ بتحبي كاسة مي؟ أنت حرة، أنت حرة. أنا هاي العجينة ما بحب أحط لها لا بيض ولا حليب، بس اثنيناتهم أنا عم بقلك كنتيجة وكلون طيبين. هاي هي الكاسة، ركزي معي. نقصتها أنا لأنه بدي أحط زيت وبدي أحط سمنة. هاي معلقة السمنة. شوفي المي سخنة بحيث ساحة السمنة، وهي زيت. أنا بدي أكمل زيت للكاسة. كملت زيت، هو رح يأكل معي أكثر من كاسة لأنه هدول كيلو. كل 3 كاسات بياكلوا تقريبا 3 ارباع كاسة او اقل شوي حسب السوائل بدك تحطيها. انا راح احطها هون كل الكاسة وراح نشوف شقد تاكل معنا، وانت يا ريت محضرة طحيناتك وتشتغلي معي. بعمل بهالطريقة، نكبت المي. بعمل بهالطريقة. هدول كلهم من لمن، ما في مشكلة. رح أرد أحط مي. رح أحط مي. زيت وراح احط شوي شوي. راح تشوفيها شقد سهلة. كأني عجاني. أنا هيك عملتها بس كرمالك، المفروض بوعاء هي بس مشان جميع الاتجاهات تكون واضحة عليكي تمام. بدها شوية مي وشوية زيت. هلأ ما بقى بحاجة لمي أبدا. شوفي عم بلمها، بدي أعجنها مظبوط، وبالأخير بحط لي رشة زيت. خليني ألمها. شوفي ما أحلاها، لا شوفي ما أحلاها.
أنا مشان خيوط الجلوتين إيش قلنا من جميع الاتجاهات مشان ما تشد وبتمط معك. أنا البلاطة هاي معقمة بخل، أنا كتير بعقم بخل وبشتغل بخل طبيعي الأبيض بصراحة. أنا بحط نقطة زيت على البلاطة، نقطة بس، بدي ألملم كل شيء. شوفي ما أحلاها، من جميع الاتجاهات العجينة. كل ما مديتي إيدك عليها بدك تريحيها هلا وبعدين تشتغلي فيها، كل ما مديتي إيدك عليها المفروض تريحيها. شقد أكلت معك هلا؟ هاي هي العجينة. لملمت معك؟ هيك هيك. صدقيني وقتك تعملي سمبوسك والشيش برك تستغني عن كل شيء اسمه الطحين. انا من ناحيتي بكره الطحين. شوفي ما احلاها، هيك بدها تصير العجينه. وين ما حطيتيها ما رح تلزق معك. هلا هي شوفي طلع شلون بدها تلم. انا عجنتها لازم راحه. حتى وقت تعملي دائره كبيره وبتقسمي كاسات كاسات، البواقي المفروض تريحيهم. فعلا عجينه شغل الايد غير، شوفي شلون بتلم. هاي هي عجينه السمبوسك، ما في أسهل منها. أنا رح أريحها ساعة وأشتغل فيها. أهلا وسهلا فيكي صبي. بنكمل صبايا. عجينتي ريحتها، هاي هي. تقدري تقسميها مثلا لقسمين، هاي كيلو مثل ما قلنا. أنا ما في عندي زيت، ما عم بستعمل زيت ولا سمنة ولا طحين. شوفي لي البلاطة أبدا أبدا. طيب أنا العجينة بالوسط، بتحبي تعطيكي طريقتين، إما هاي تعمليها بشكل أسطواني، بصراحة أنا كتير بحب هالطريقة، ما بحب القوالب أبدا، عندي 100 نوع قالب بس ما بحبه. شوفي شلون بتمط بسهولة. انتي شقد بدك حجم طبعا بتحطيهم بكيس مشان ما ينشفوا. هي جبنة هي لحمة، حتى ما بيلزقوا على بعض. عجينة الشنشبرك نفسها بس قللي كمية الزيت والسمنة، هذا الفرق بيناتهم. وأنا أحياناً أكثر الأحيان بتكاسل وبعملها هيك، بس بتطلع بتاخذ العقل طعمتها ولا أروع من هيك. أنا هدول بحطهم بكيس ولا بيلزقوا مع بعض. شوفي ولا بيلزقوا مع بعض أبداً، نحن ما بدنا طحين أبداً. حطيتها بكيس أنا. أنا هي العجينة رح تشوفي شلون ما رح تشد معك ابدا ابدا. انا هاي اللحمه نصيحه، حطي اللحمه ما لازم تكون مدهنه. شوفي ايش بتساوي شلون تقليها، شوفي شلون انا ما في سمنه ابدا ولا زيت. انا حطيت اللحمه، بتريدي كبابه بتريدي الثاني اللي فيه الكبابه من داره دورين، هي بشكل عام المفروض تكون ناعمه. بحط اللحمه بغطيها بغطا. ايش بتساوي اللحمه؟ بتبذل مي. بعد 10 دقايق بكشف الغطاء، بطب البصل. البصل لأنه لازم يستوي ويدبل. بحمس القلوبات على بعض، إذا بدك تحطي قلوبات أنت حرة أو بقدونس. بالنهاية بتطبي البقدونس تحريكتين ثلاثة وخلصت الحشوة أو صنوبر. الصنوبر بدك تحطيه بعد ما تحمصي أي قلوبات، بعد ما تحمصيها
هي اللحمة بيضة والقلوبات بيض. شيء بسيط لا يذكر. هو الجوز كتير طيب معه. أنا ما عندي جوز. طيب هاي هي عجينتي. شوفي شلون ما رح تشد معي. طيب بترققيش قد ما بدك، تفتحيش قد ما بدك لتحصلي على السماكة اللي بدك اياها. شقد بدك سماكة؟ انت بتختاريها. مقاسين، هذا مقاس الشيش برك، رح افرجيكي شلون بتشكلي. هذا مقاس السمبوسك. انا السمبوسك بهالطريقة، شوفي شلون ما رح يلزق معك ابدا ابدا. شوفي العجينة رح أعمل لك إياها هيك، ما في طحين أبدا ولا في زيت أبدا. العجينة أخذت كفايتها من النجاح. بدك بهالاتجاه بتمد معك بهالاتجاه. ليش؟ لأنه عملنا الحركة اللي قلت لك عليها مشان مادة البلوتين اللي هي بتمسك العجين. هي مادة البلوتين هي عبارة عن بروتين موجودة في القمح وموجودة بالشعير. طيب فرضنا هلا انا هاي السماكه اللي بدي اياها، ما عجبتك سماكتها، ما في مانع تعمليها بهالطريقه. شوفي شلون رقيقه، حتى بتعمليها هيك ما في عندك اشكال ابدا ابدا. عملنا هالطريقه بدي أعطيكي طريقتين للقالب. بدك تستعملي قالب على راحتك. بتحبي طريقة الضفر، بتحبي طريقة الشوكي. منحطها هون. بتحبي طريقة الضفر، خليني أعطيكي طريقة الضفر. هاي هي. بكبس مزبوط. انتي طبعا الحشوة بتتحكمي فيها، انتي بدك اياها قليلة كتيرة ما في اشكال. تعملي هيك ما بقى بتفتح، في منهم عم تفتح معهم بهالطريقة الضفرة. عم بطني وبطفر بهالطريقة. رح تعطيكي هالشكل الحلو. تمام؟ انا برفعهم بالفريزة لمدة شهرين وثلاثة بهالطريقة. بحط هالصف هاد، برد بعمل هيك وبحط صف تاني، بحطه بالفريزة ليضرب ليجمد. بعدين كل 20 وحدة بحطهم بكيس نايلون وبرفعهم للفريزر لرمضان. ومن هلأ بقلكم كل عام وانتو بخير. المفروض نحضر كل هدول الشعيبيات، هدول كلياتهم بيقاموا بالفريزر نيات. مشان هيك انا ما بحط بيضة ولا بحط حليب، لأن الطعم واحد. هي وجود الحليب قيمة غذائية إضافية، والبيض هو بيساعد على التمدد مادة الجلوتين أكثر، بيساعدها يعني بيدعمها. طيب أنا رح تتفاجأ، في ناس رح يتفاجأوا، بس أنا رح أفسر لك إياها. وأنا عم بعملها، أنا بدبل البصل بزبدة أو سمنة، زيت لا، لأنه الزيت بيتم سايح بيجي على دوار عجينة الشيش برك بتفتح معك. لا،
ما بدي لحمة مدهنة، بدبل البصل مزبوط بسمنة أو زبدة، بعدين بدعك كبابي. الكبابي منعرفها من لهبة بتستوي، من لهبة بقى نح. أنا هذا الشيش برك بصفهم بحطه بالفرن مثل تنشيف على البخار، بتتبخر السوائل من العجينة وبتصبت شكلها وبتحافظ على شكلها مثل ما عملته تماما. وبنفس الوقت العجينة بتستوي، في عنا مرحلتين لسوي العجينة. وقت بتدخل على الفرن وبأكد ما لازم تاخد لون أصفر، مجرد هي تنشيف هوائي، هوائي بس حراري، تنشيف هوائي حراري. بغنى أنا عن السلق، في منهم بحطوها طلع بهالطريقة. هاي الكبابة حطيتها هيك بهالطريقة، اسمها دان القطة، وبعملها بهالطريقة. شوفي ما أحلى شكلها. أنا بطريقتي رح تبقى بهالشكل هاد. برد وحدة تانية رح أعرض لك طريقة مفصلة تبعت الشيش برك. في منهم عم بيشقرون للشيش بركات بحطوهم بالفرن، لا لا أبدا. أنا مجرد تنشيف، تنشيف تبخرت السوائل. إيش في سوائل من العجينة بخرتها بهالعملية، مجرد هيك حسيتها نشفت ومحافظة على قوامها، مشان وقت أغطها باللبن اتم بهالطريقة. السلق طيبة وكتير مرات بعملها، بس السلق بتلاقي طرحة إيش في مواد في العجين، خصوصا في منهم بيستعملوا طحين. وقت بيعملوا شيش برك 3/4 الناس بيستعملوا طحين، أنا ضد، لأنه بيلبخ اللبن كتير زيادة عن اللزوم. نكمل برد، بسكرها بهالصورة. هاي الشيش برك شوفي شلون سكرتها، وباخد راحتي. لاش انا اقلي اللحمه، اول شيء دا اقليها وبعدين دا اسلقها وبعدين دا اطبخها باللبن. انا هون كبابه من لهبه بتستوي عندي، اول تعريضه للفرن، هم العجينه نشفت وتبخرت السوائل تبعتها، تاني شيء اللحم استوت، وتاني عملية شكلها حلو باللبن وقت منطبخه، وبنفس الوقت كملنا عملية الاستواء للحمة، وبنفس الوقت أخذنا نتيجة طيبة وشكل شكل أحلى. العين دا تاكل. انتو جربوا هاي وجربوا هاي، اتنيناتهم طيبات، بس في شيء أطيب من شيء بهالطريقة. وبحطها شوفي شلون، ما رح أنا مالي بحاجة لطحين أبدا. شوفي مالي بحاجة لطحين، ودايما اعملي شغلك على مراحل. أنا مبارحة بالليل هدول أنا قاعدة ساويتهم كرات صغار، رأسا أنا هلأ بعمل بساعة بكون خالصة كل شيء، واللحمة نفس الشيء، وهدول السمبوسكات. رح أفرجيكي هاي العجينة اللي قلتلك عليها، قسمتها بهالطريقة، ما هي بعملها بهالطريقة، كبستها ما هيك؟ هلا جيت شوفي عملتها هيك وعملتها هيك، شوفي ما احلاها. بحشيه هلا بدي افرجيكي كمان الجبن شلون راح اساوي. بتريدي ضفره، بتريدي بهالطريقه. لو حطيتها هون انا ما بتفرق معي. الجبنه رح افرجيكي الجبنه هم شكل حلو، وهم انا بحط 3 انواع جبن، شيدر او كرافت هو، وجبن عكاوي وجبن كيري. شوفي شلون رح اعملها هاي العجينه. ها خليني هون، ما بخاف منها لانه ما رح تلزق. بشكل عشوائي، بشكل عشوائي، انت ايش بيزيد معك من الاطراف، هدول بدهم راحة إذا بدك تبدي تستعمليهم لدوائر مشان ما تشطح معك العجينة مثل هيك. أنا بستعملهم للجبنة، بعملها بهالطريقة، ما بهمني لو تشقشقت، الشكل عشوائي بعمله بهالطريقة. بكبسة أول شيء هيك مثل لف اليبرة هيك،
طلع. صدقيني شكل رائع، هم ميزتي الجبنة عن اللحمة، وأصابع بتلاقيها بتفتحيها هيك رح تشط معك الجبنة بتاخد العقل. مرة تانية هلأ مثل هدول، هدول زادوا، هدول هدول بدهم راحة إذا بدأ استعملهم للشيش برك أو شوفي شلون، شوفي شوفي شلون بتمط لأنه بدها راحة. لا الجبنة ما بتفرق معي، شوفي شلون بدها تشد معك لأنه بدها راحة. أنا ما بدي أريحة، بعملهم للجبنة بهالطريقة هيك. طلعي بس سكرت من الجوانب مشان الجبنة ما تطلع معك. شوفي هالشكل الحلو المرتب. أهلا وسهلا فيكي صبية.